البنية ده التحتية. بيدل على ايه؟ ان احنا مش بس شغالين الجانب الفني والبنية التحتية والانشاءات كله جنب بعضه، لانه في الاخر بيعشق وبيدينا النتيجة اللي احنا بنشوفها والناس تستسئلها، لكن هي وراها مجهود جامد جدا. ايهاب عبد الرحمن. طبعا احنا تلقينا ايهاب عبد الرحمن يا جماعة، ده معجزة الرمح اللي مصر كلها كانت حاطة امل في الدورة الاولمبية الماضية، للأسف الشديد تم ايقافه عشان مكملات غذائية محظورة وفي ظروف غامضة جدا. ولكن الخبر السعيد ايه بقى ادهولنا؟ الخبر السعيد طبعا ان احنا جالنا الجواب الرسمي برفع الايقاف عن ايهاب. وتوقف سنتين كده ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة فبالتالي على طول يعني احنا طلبنا من جهاز اللعبة زي ما قلت لما حضرتك، كل ما هقول لك الرجوع لجهاز اللعبة. اه طبعا. هو ده السيستم او نظام داخل النادي الاهلي. لازم نقطة البداية تبتدي من عند الجهاز اللعبة. فجهاز اللعبة على طول طبعا بتوصيل من مجلس الإدارة ان يحط لنا برنامج سريع لإيهاب عشان اللحاق بالأولمبياد. النهاردة إيهاب علشان يقدر يشارك في الأولمبياد لازم يشارك في بعض التصفيات، معروف أماكنها فين، عشان ياخد النقاط. عشان ياخد نقاط معينة بحيث ان هو يتأهل، يقدر يتأهل. كان عنده أحسن رقم في العالم. كان قديم طبعا من كام سنة، لكن عشان لازم حاليا يشارك في بعض الدورات التأهيلية بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى والجهاز الفني. حد قبله يا كابتن رؤوف؟ كابتن محمود الخطيب قبله عندي في المكتب اول امبارح. خبر مهم ده، طب ما تقولوا لنا يا جماعه. قبله في المكتب عندي اول امبارح كابتن الخطيب قبله، وبرضه انا يعني الموضوع ده برضه يعني كان في تواصل دايما بين الكابتن وبين وزير الشباب والرياضه لغايه اما الايقاف اتشال، وفعلا ده كان في تعاون مثمر يعني، ويمكن فيها برضه التدخل. يعني النادي الاهلي وقف معاهم طبعا دعم. ده من اول، ده من فتره من حوالي 9 شهور او اكتر كمان، يمكن كابتن خطيب تدخل مع وزير الشباب والرياضه وتحركوا في هذا الموضوع لغايه النهارده النتيجه. هو الايقاف اترفع، وكان الولد معانا مع الكابتن اول امبارح عشان نشوف الفتره اللي جايه هتستمر ازاي او تشتغل ازاي. برضه زي ما كابتن رؤوف قال طبعا هو كمدير نشاط رياضي بيراجع الجهاز الفني. انتوا حاسين ايه منه؟ متفائل ولا مهدوء؟ لا الولد يعني ما شاء الله عليه، الولد هو سعيد اللي هو الايقاف اترفع عنه، وبيبذل اقصى جهد يعني. يمكن هو ما بطلش تمرين خلال الفتره اللي فاتت، وبيبذل اقصى جهد عشان خاطر يلحق ان شاء الله باذن الله بالاولمبياد. حاجه الصرم. كان يعني ان شاء الله ربنا يكرمه. عقبال ايهاب عبد الحميد بتاع الاثقال. ان شاء الله. كابتن رؤوف المهندس عادل يمكن اشار لتنس الطاوله.